لما بنتكلم عن مبادرات وطنية لمشروعات خضراء ذكية، يعني أستاذ عطاء حتى نبهني كده، قال لي مشروعات خضراء وذكية لازم تكون بتقدم حلول فعلا فيها أعتقد ذكاء اصطناعي، تطبيقات بالزبط. إلكترونية تضمن أنه المشروع ده يتناسب مع العصر اللي احنا فيه. أنا عندي سؤال بس عايز أرجع خطوة لورا كده أستاذ عطاء عن المظلة بتاعت المبادرة عشان نقدر نفهم كمان مع حضراتكم مستقبل المشروعات العظيمة دي. المبادرة طلبت ان الناس تتقدم في هذه المسابقة، مظبوط ده حتى احنا فاهمين. ايه اللي المبادرة تقدر تضمنه لحضراتكم للفائزين في هذه المسابقة؟ المبادرة والقائمين عليها والدولة اللي دعمها، سيادة الرئيس مشكورا حاظت المبادرة برعايته واهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المتداخلة. لا، الدكتور محمود محي الدين هو رائد المناخ ومطلق المبادرة وهو مبتكرها، لأن هي ابتكارية على مستوى العالم، يمكن كان النموذج الأول ليها. المجموعة دي أو القامات دي كانت عارفة هي عايزة إيه من إطلاق المبادرة، فهي بالتالي حشدت كل ما يمكن من وسائل الدعم، وسائل التدخل من البنوك، من البورصة المصرية، من منظمات المجتمع المدني القوية، من الأمم المتحدة والمكاتب الأمم المتحدة الموجودة في مصر، والتواصل مع الجهات أو الجهات المقرضة أو البنوك المقرضة عالميا وداخليا وخارجيا. ودي الوعود اللي او دي التحركات الحقيقيه اللي احنا شفناها فعلا، انه دي اهم المخرجات، ان المشروع ده مش بس يكسب، انه يتحقق، لانه يتنفذ، انه يتطبق فعلا، لان هو الـ 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 المرحله دي او الدوره دي من مؤتمر المناخ هي يعني هي دوره تحقيق الوعود او تنفيذ الوعود او التطبيق. صح. فبالتالي لابد يكون في تفعيل حقيقي. بالظبط.